عسلامة ومرحبا بكل متابعي تلفزة بوتيك. كما عودناكم نجيبو لكم معنا دي برودوي تحتاجوهم في كل مرة، والمرة هذه جيت وجبتو معايا برودوي كنتو عرفتوه كيما جربتوه، زادا مش جديد عليكم، برودوي انتي دولور الحاضر معانا في تلفزة بوتيك. البرودوي هذا جربوه برشا منكم وعرفوه وجربوا ليفيكاسيتي نتاعو وعجبهم برشا برشا، والدليل انه برشا منكم عاودوا خذاو منه. خليني نزيد نفكركم، البرودوي نتاعنا مكونات 100% طبيعيه، هو مضاد لكل الام موجوده في البدن، للمفاصل، البرد، الروماتيزم، حتى الاختخاز، يساعدكم على تخفيف الالام الموجوده في البدن. مكونات كما قلنا 100% طبيعيه، وهذه اهم ميزه في لي برودوي اللي تقدمه لكم تلفزه بوتيك. نفكركم لونتي دولور نتاعنا حاضر ب 49 دينار فقط، سوم ياسر مزيان باش نجموا تتحصلوا عليه وتاخذوه، 49 دينار فقط والتوصيل مجاني حتى الباب الدار. واذا تحبوا تتحصلوا على البرودوي هذايا ما عليكم كان تتصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه، لي كوموند نتاعكم توصلكم لحد عندكم، وباش تتحصلوا على المنتوج هذايا لونتي دولور اللي فعلا اثبت انه منتوج ياسر نافع وياسر ان برودوي ديفيكاسيتي، وهذا يعرفوه الناس اللي تتفرج فينا، تتفرج في تلفزه بوتيك وتعرف المنتوج هذا وتعرف مدى فاعليته. نفكركم دونك اتصلوا على الارقام الموجوده اسفل الشاشه باش تحصلوا على لونتي دولور المضاد لكل انواع الالم الموجوده في البدن. نفكركم كو سوا الروماتيزم، لاختخاز، المفاصل، حتى التعب بعد مجهود كبير تقوموا به في حياتكم في الخدمه، تنجموا تعملوا به مساج خفيف كل ليله ولا حتى في النهار، تمسدوا به تمسيده خفيفه وترتاحوا من الاوجاع. دونك فكركم اعزائنا المشاهدين باش تتحصلوا على منتوج تلفزه بوتيك انتي دولور المضاد لكل انواع الالام الموجوده في البدن، ما عليكم كان تتصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه، تعديوا لي كوموند بتاعكم والبرودوي يوصلكم حتى الباب الدار، 49 دينار والتوصيل مجاني. مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. تويكا باش نحكيو على فواياج نتاع ليبرتا فواياج، ونبداو كما العادة بالعمرة. مازالت رحلة في العمرة اللي هي تنطلق نهار 27 فيفري والعودة نهار 12 مارس. ديما نقولوا لي نهار رحلة 13 ل 17 مارس فيهم كراسي إضافية، وديما الرحلة تنطلق من تونس للمدينة والعودة من جدة لتونس. للناس اللي تحب تمشي للمغرب عندنا رحلة زادة في المغرب، نزور فيها 7 مدن مغربية، الانطلاقة تكون من طنجة، العودة اخر مدينه تزوروها هي مراكش بزوز ملايين و 699 دينار. الرحله تكون من نهار 22 مارس لنهار 29 مارس. تركيا تويكا خذوا معنا ورقه وستيلو، خاطر عندنا 3 باك نتاع تركيا. فما الباك الاولانيه اللي كانت مليون و 299 دينار ولات مليون و 99 دينار، فيها اوتيل 3 ايطوال معاها فطور الصباح معاها ترانسفير غراتوي من اداء ليبرتا فواياج. اول الرحلات كانت نهار 20 فيفري، لكن توا نحكيو على 2 مارس ل 7 مارس، من 4 ل 9، من 5 ل 10، من 6 ل 11، من 7 ل 12 مارس، من 8 ل 13 مارس، من 9 ل 14، من 10 ل 15، ومن 11 ل 16 مارس. الباك الثانيه اللي هي باش تكون رحلات انطلاقا من 15 مارس نهار 21 مارس، من 16 ل 22 مارس، من 19 ل 25، من 20 ل 26، من 23 ل 29 مارس. الرحله هذه باش تكون بمليون و 799 دينار، فيها عشاء في البوسفور من اهداء ليبرتا فواياج. مازلنا مكملين مع تركيا، فما رحلة إن شاء الله في تركيا باش تكون من نهار 16 نهار 22 مارس، الرحلة هذه تزوروا فيها ترابزون وتزوروا فيها اسطنبول، تعديوا 4 ليالي في ترابزون وزوز ليالي في اسطنبول بزوز ملايين و 299 دينار. كيف كيف فما موجود مصر للناس اللي تحب تمشي لمصر في مارس، ياسر مزيانة مصر. دونك عندنا رحلة باش تكون من نهار 19 نهار 26 مارس بزوز ملايين 399 دينار. الرحلة هذه هي اسمها النايل كروز، دونك تزوروا فيها القاهرة وأسوان والأقصر، امشيوا واستمتعوا بالحضارة الفرعونية المزيانة برشا، وكيف كيف مصر كلها مزيانة. أكثر معلومات على رحلات هذا الكل بيان سور على النمر التليفون اللي باش تتصلوا بهم حرفاء ليبرتا فواياج اللي هما 71 905 656 وإلا 29 400 900 و57. فثم اي بيان سور ما ننساوش لي سيبور ديجيتو دو ليبرتا فواياج اللي هما لاباج فيسبوك، يدخلوا فيسبوك يكتبوا ليبرتا فواياج اكيد باش تطلع لهم الباج فيسبوك نتاعهم، يلقى فيها التفاصيل الكل، كل ما يهم ليبرتا فواياج ورحلاتها. اي بيان سور زاد كيف كيف يدخلوا لجوجل يكتبوا ليبرتا فواياج يطلع لهم اوتوماتيكمون لور سيت ويب اللي ديما نقول راهو سيت تري ديفلوبي ومتقدم، تلقاو فيه اجوبه لكل اسئلتكم، لي ديستيناسيون، تواريخ الرحلات، اي بيان سور لي مود دو بايمون كان فما تقسيط في الدفع. اي وي دونك ما تنساوش افيك مسيو كاليتي
فما كان دي بون كاليتي. ما تسالوش ياسرويني غوسي، تنقول لكم احنا من بعد وين مشات غوسي، فقط نقول لكم امشوا بحذا اللي شاف وشوفوا ايش محضرين. مرحبا بكم مره اخرى فاطمه. انا فاتن قاعده تعمل في الغطا، اي قاعده نحضر في كيما وريت هذا المشاهدين قبيله، حطيت البصل قلت لهم خليته يذبل شويه، ومن بعد زدت عليه الشامبينيون وحطيت الثوم والملح والفلفل الاكحل. توا البصل والشامبينيون تاعي حرق سي بون. البروكولي حطيت شويه زيت شويه ثوم وشويه زبده كيف كيف نعمل في البروكولي سوتي، وقليت البطاطا اللي باش نطرحها من اللوطه، و اونتخ تو زادا كيف كيف قاعده نحضر في البشاميل. حطيت 50 غرام فرينه، 50 غرام زبده، ونص لتر حليب، ملح وفلفل اكحل، وباش نحك شويه نواد ميوسكات. وبعد ما تطيب البشاميل باش نصب فيها بو دو كريم فريش هذايا توا، ومن بعد رجع لي باش نوريهم كيفاش باش نفرشهم. اوكي الوغ انا هوني عندي قوطه مرياح، عندي حكار كيلو قوطه مرياح، نجي نحطها في المعون نتاعي. هي اللي باش تولي الموس نتاع الكرامبل هذا اللي باش نعمله، قلت لكم بالتفاح وبالقوطه مرياح. نحط عليها شويه سكر مش برشا، 4-5 مغارف، انتم الحلاوه انتم تحكموا فيها. هوني عندي سكر فاني، سمارت شيف ديما يرافقني في الباتيسري نتاعي. نجي نخلط هذا بالقدا، وعندي ان بو دو كريم فريش. بعد لما نخلط القوطه بالقدا نحي منها، معناها نرطبها بالفوي، وقتها نجي نحط عليها ان بو دو كريم فريش ايباس ونخلطها مليح مليح مليح، وتولي اون موس بالريقوطه. وانتم تشوفوا هوني اللي الكرامبل نتاعي طاب، معناها العجينه اللي قلت لكم يلزم نحمرها في الكوشه مده ربع ساعه 4 دراج، انتم تعسوا عليها في الترطيب نتاعها. تخرجوها، كي تخرجوها تبدا مازال طريه شويه، انتم تحطوها تقلبوها في طبق، والا تخليوها كيما هي دوبا ما تمسوها هكا تتكسر. هذاك الخاصيه نتاع الكرامبل كونه هشوش ياسر وبنين ياسر، ومن الحاجات اللي فريمون من الجاتوات لبنان برشا. واحسن نصيحه نعطيها لكم تعملوه فيغين كيما باش نعملو انا اليوم. الوغ انا نخلط هذا بالقدا بالقدا، اونتخ تو حمرت شويه لوز ذوما لي لامات اون لامال، حمرته باش نزين بهم. بعد التفاح نتاعي حاضر، قلت لكم جست مغرفه زوز باكويت سكر فاني ومغرفتين سكر، قليتهم تقليه. الكرامبل حاضر، الموس حاضره، نكملوا فات اش باش تطلع البروكولي. الوغ نرجعوا لفاطمه ومن بعد فاطمه ترجع لنا باش نكملوا مع بعضنا. دونك ميرسي لي شيف. انا في بالي غوسي باش نلقاها بحدا لي شيف، يا خي خرجت مشات ترتاح، مشات ترتاح وخلتني انا وخلتني انا وصفي باش نحكيو ثقافه، باش نحكيكم على الفيلم الحدث التونسي غوبلوت والا مشكي وعاود. هذاك علاش بحثنا مخرج العمل سي قيس شقير. صباح الخير، شو احوالك؟ مرحبا بكم، صباح الخير الناس الكل، صباح الخير مشاهدي تسعة الكل. يعيشك. بحثنا سي سليم بن اسماعيل السيناريست، مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. معنا سي باديس سي في المونتاج، الكاسه عنده سي شحوالك؟ تخي بيا الحمد لله، شحوالك انت؟ الحمد لله. دونك صافي باش نحكيو على فيلم غوبلوت. دونك وي دونك نبداو الساعة مع المخرج. المخرج هي فكرتك قيس هذا اللي نتاع الفيلم حسب ما شفنا وسمعنا، معناتها حتى في الجينيريك يظهر هكا مكتوب. دونك الفكرة هذيك كيفاش جاتك وشنو خممت بالضبط؟ والله واحد كي يحب يعمل فيلم سينما فكرت اول حاجه دو فيغ كيلكو شوز ديفيرونت على اللي تعمل لك بال الكل. معقول. معناها خاطر باش تتميز لازمك تكون مختلف. والاختلاف لازم يكون في البوزيتيف مش في النيجاتيف، خاطر تنجم واحد يعمل حاجه نيجاتيف ويعمل بوز. دونك سيتي سا، قعدت نخمم برشا في كيس كون بو فيغ. بيان سور نحن توا عندنا صارت حاجه في تونس تصير كل 500 سنه اللي هي ثوره. الثورة ما تصيرش كل يوم، معناها مش كل يوم تصير ثورة معناها في البلاد. دونك باش تعمل فيلم على الثورة كمثالية وتعذب ومن بعد صارت الثورة وقالوا ديجاج وخرج سيد ديمودي العباد بيد نفدت كونسومي على الاخر صحيح تلمون بليحت اكثر من اللي بليحت. وي دونك سيتي دو فيغ حاجة دوريجينال. ليدي اوريجينال ايتي كوا اكزاكتومون سي دو بروندر ثلاثة من الناس يمثلوا ثلاثة الاطياف اللي موجودة تو المختلفة السياسية في تونس. شفناهم شوية في 2019
يتلموا وما يعرفوش بعضهم، تصير لهم حاجه تلموا. ما تحرقش الفيلم عاد قيس. لا لا بتعطي ميساج لمحه صغيره بكل شيء. اسمعوا السيناريو على الفيسبوك والله العظيم والله حاجه فهمت. حاجه تفرح. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. دونك ليتي ليدي انهم ما يعرفوش بعضهم تلموا وصارت ظاهره طبيعيه رجعتهم 10 سنين التالي وقت بن عليهم ما في بالهمش. ومن غاديك عرفنا حكايتهم وحقيقتهم والبلاد كيفاش كانت في فيما في طريقه تقتل بالضحك العباد. انت اللي ظلي تخرج تفرجت الفيلم وشفت قداش من ضحك قداش ضحكوا الجمهور برشا مرات. ملي بدينا الفيلم واحنا نضحكوا سانسيغمون وفما سيكونس ما نحبش نحرقها برشا للمشاهدين فماش حد ما بكاش في الصاله. الحمد لله الحمد لله ربي. دونك السينما راهو المهمه الاولى نتاعو انه يوصل ليموسيون. اذا كان العباد ضحكت برشا تشدت القصه وبكيت سيد الحمد لله ربي الفيلم تسمى عنده مقاومات النجاح. وبيان سور الحكايه هذه ما كانتش تتم لولا سيناريو يكون جيد. اول حاجه اتصلت ساعه بالمؤسسه باش نحكي لك مليون بكل. اتصلت بالمنتج بديس السيفي. بالكيسه بيان سور. اسمع سيناريو باش نقعدوا نقراوه للعباد. انت كسلت عروس من الاول. صحيح. اسمع بيان سور تصور انت بتكتبوا سيناريو ونشدوا نقراوه للعباد ما لازم تعمل لازم. دونك اتصلت بالمنتج صديقي بديس السيفي اللي عجبته الفكره والله حكيت له مليون ما قلتلوش نحب نعمل فيلم راه. معناها في قهوه كيما انا وياك نحكي والله عندي فكره نتاع فيلم قال لي هذيا نعملها. سوريا ولدي قال لي نعملها فكره كيما كي باش كسر الدنيا نعملها. دونك صار بالضبط من بعد اتصلت بخويا وصديقي وعشيري عنده اكثر من 30 سنه المبدع سليم بن اسماعيل. والله لا ايش تقولها خويا 30 شهر مش 30 سنه. سي بون 30 شهر بيت 30 شهر مش 30 سنه. دونك اتصلت بخويا المبدع سليم بن اسماعيل وعملنا اتيليو ديكريتور فيها بيان سور المبدع سليم بن اسماعيل بديس السيفي المنتج وانا وقعدنا لمده بريسك عندنا عامين او هما انت يحكي لك شويه على السيناريو. خلي صافي تسال على السيناريو. انا ساعه فرحانه على الاخر باللمه هذه يا حبيبي واصحابي والناس اللي نحبهم برشا فرحانه اكثر بالنجاح نتاعهم. ما حلاك ترى عباد وتشاركهم فرحه النجاح نتاعهم. انا اليوم كلمت قيس قلت له انت ما استدعيتنيش للافون بريمير ما نحب نزلع في اللونتين هكاك راني ندمها نخرجها ندمها. عندك الحق. اسمع والله عندك الحق يا سامي. باش نقول لك حاجه راني انا باش تفهم حاجه انا ما استدعيتها على حتى حد علاش لانه الفيلم باش نعطي واحده حضر تصب هو تعدى لافون بروميير في كوليزي تصب مع 6 نتاع العشيه معناها كان صارت كوبير نتاع ضو وخرتوا يا الخمسه. شوف نقول لك حاجه باش نقول لك حاجه كان صارت كوبير نتاع ضو الخمسه وربع نتاع العشيه راه الفيلم يحبوا 6 سوايع باش تصب راه دونك انا تصور انت على اعصابي صحيت انا على اعصابي معناها ستي انت ما استدعيتنيش استدعينك احنا في الماتينال ربي يفضلك وربي يخليك وانت انتم كنتوا خير منا. نحكيو على خدمه انت لا تشيدو بخاس نتاع الفيلم اللي هو صلاح طرابلسي المشكور اللي يخدم خدمه مزيانه وسد على جورناليست وليزاكتور وكل شيء. نحكيو سيناريو باش نسالو على عندي سؤال هنا حبيت نسالو قيس. القيس لهنا قيس كانك تخصصت في الافلام او الا في الانتاجات او في الاعمال الدراميه الكوميديه ولينا نحكيو على مخرج اعمال كوميديه لهنا احنا في التوانسه كمشاهدين كاحنا بيبليك ندخلوا نتفرجوا بعد فرده ولقات اختها والا البحتحت والمريش ما رينيش افلام كوميديه ما فماش اصلا افلام كوميديه. كومون تو ايو ليدي باش تغامر وتدخل الموندو هذا حتى زاد كيف الكلام موجه لسليم في نفس الوقت كيفاش يعني جاتكم الفكره باش تكتبوا في الكوميديا اللي هي حاجه غير مطروحه جمله في تونس كما قلت لكم بعد البحتحت والمريش بيرسون اوزي يكتب والا يخرج فيلم كوميدي. دونك حبيت نقول لك اللي راهو اسهل معناها شوف اصعب حاجه في وقتنا هذا العباد كلهم مدبره ما انك تضحك العباد. اكزاكتومون اصعب حاجه تو العباد ما عادش كيما قبل راهو قبل 20 سنه التالي واحد يعمل جريماس بوجهه والناس الكل تضحك. تو باش تضحكهم اصعب من الباك باش تضحك العباد بريميرمون. دونك اخترنا الحاجه ما اخترناش السهل اخترنا الصعيب. ظهر لي سليم هنا هو اللي نجم يجاوب. نجم علاش تو قال لك الضحك وصعيب على الاخر علاش تو الضحك ولا سهل مثلا تحب تضحك عندك نكته عندك فيديو تلقاه في فيسبوك. ما تو صعيب باش توصل الحاجه مثلا واحد قبل كي يكتب مثلا نكته ولا حاجه بعد ينجم يوصلها في التلفزه خاطر ما تعدتش في فيسبوك تقعد كان له ما كل شيء فيسبوك ما تصعيب على الاخر. انت كنت تفرجت في فيلم ما تفرجت فيه الاكثرين مشينا في السيتياسيون معناتها فما سيتياسيون حتى التونسي على التونسي اكزاكتومون. فما مواقف خرج منا الضحك فما مواقف مضحكه. انا فما كلموني قالوا لي علاش ما فماش ديفان قلت لهم عملنا ما نشتكوا في ديسكيتش بالضبط احنا عملنا مواقف مضحكه معناتها شدينا كل اكس خدمنا عليه فما موقف تضحكوا لي والله صارت لي ويضحك عليها احنا عملنا فما سين حتى تشوف فما سين تاع براكاج وكل شيء ضحكت العباد ديجا ضحكت انت معناتها شيء اسف انت تحكي على البراكاج وما تراه تضحك معناتها شدينا برشا مواقف اما مضحكه
دونك حتى قيس قلت انت اختصاص قيس قيس بار صاحبي وخدمته قيس يفهمها الحكايه قيس كي تعطيه النص يراها ويزيدك ما تكتب يحكي معك انت حتى مش مقتنع بها في مخه صحيح انت مش مقتنع بها وهو في مخه عاد يقول لي قيس لي حتى بديس قداش مره ونبداو نحكيو على سينا على سين سيبو نقولوا خليه علي قل لي سيبو مادام قال راه عندي ثقه فيه فما حاجه اخرى زاد باش نحكي على السيناريو كيفاش كان مش واحد كل واحد ياخذ حقه بالطبيعه قيس كي جاب لنا الفكره قاتلنا وبديس ساعات نقعدوا سيكونس جمعه لوجيك اي تتراكي ترافي غادي كنت تتعدى هذيك في دقيقه ولا دقيقتين نقعدوا عليها جمعه وبديس مثلا كلمني مره ثلاثه تصبي اسماء ايش قال لك نعملوا هكا بديس تو الصباح نكتبوها يا بديس علاش مزروق اسمع بديس تو 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 بارامون عنده مشكله مع الوقت هذاك هو تجود القريحه في الليل تلقى الالهام نرجع للسيناريو سليم هنا كتبت السيناريو على شخصيات انت في مخوخكم والا بعد ما كتبتوا قلتوا هاي نجيبوا جعفر ونجيبوا كريم ونجيبوا لا هو كي بدينا نكتبوا نحن كي قبل ما نكتب بديناش نكتب بدينا نحكيو فيها الحكايه نحكيو في الحكايه ونحكيو في البيرسوناج في التريت كاركتير تاع كل بيرسوناج وقلنا هذا شكون يواتي قيس يعطي راي بديس انا ومن بعد شدينا كي حكينا مع لي زاكتور وعطاو الموافقه نتاعهم ولينا نكتبوا على حسب البيرسوناج كيفاش يواتي الرول هذاك وانت كان شفت حتى لي سكون رول نجحوا بيان سور بعدين البارح ديجا سوفيان ديش اللي هو اوكي هو من الابطال اما محطوط حتى في الافيش اما الدور نتاعو ديما مرافق شفنا فاطمه بن سعيدين زاد لي سيكونس يلزمكم تشوفوها السيكونس هذيك قداش قويه وقداش لعبت حاجه مزيانه برشا وقلت لك ما باش حد ما بكاش في السيكونس هذه وي برشا وي برشا شدي عافية عملت تروا سيكونس اي شدي اي شدي على عالمي شدي العباد تشوفوا تضحك من غير تشوفوا السيكونس هذيك راهو تزادت بعد ما كتبنا كملت الشيء بالحق سي بديس اللي هو سي بديس السيفي المنتج واللي ساعد في كتابة السيناريو قليل ونلقاو تونسي يقول لك هيا نصرف على فيلم تونسي علاش غمرت خلينا نقول انا ديما كيستناو الدعم من الوزاره وساعات يصرفوا يبيعوا كراهبهم باش يعملوا فيلم والله كونت اون كرو او بروجي معناه هو لا برودكسيون لا ريالمون كومونسي لوسكو اون اشيفي لو سيناريو بيه لوسكو اون ا تو لي اتو نورمالمون جي استيمي كون افي تو لي اتو بور كو لو بروجي لوفر هذي كان ريوسي ما عادش مغامره 100% معناه فهمتني اون افي لو بون سيناريو لو بون casting l'excellent très talentueux réalisateur mais surtout le Vark donc c'est plus le risque il est diminué radi enti si abdi ou la à 100% alhamdoulillah alhamdoulillah باش نحكيو من بعد احنا على الفيلم ونلقاو بيان سور تولي صفيه باش تسال الحكايه هذه انا حبيت حبيت نسال المخرج قيس قيس اللي يتفرج في الفيلم يحس انه فما دي سيكونس ولا فما دي بلان دي كاميرا معينين ومن بعد نلقاو ساعات كاميرا تحسها مش تابعه لكاميرا الاخرين اكسبري ولا طحتوا بان في كاميرا ولا شنو؟ لا الحمد لله ما نشوفش كل شيء اسمع فماش حاجه راهو ساعات اجي نقول لك حاجه الرعشه في الكادر ساعات توصل ايموسيون نحن راهو نكتبوا بالكاميرا ان دوزيام اكريتور ساعات يلزم الكاميرا انت والموقف ساعات الموقف يلزم كاميرا تمشي في ترافلينغ بشويه هكا وساعات يلزم تعمل ضربه كي باش ترجك انت نفسانيا معقول دونك هذاك بوغ اتيري صحيح باش توصل انت تمسك نفسانيا معناها هذاك هذاك اش معناها الاخراج اخراج بالصوره خاطر الاخراج فيه برشا حاجات راهو اولا الاخراج هو لا ديريكسيون داكتور تعطيه الدوزه صحيحه خاطر اجي نقول لك حاجه راهو الضحك سي اكزاكتومون كيما السكر في القهوه انت كي تحط طابعه سكر في قهوه تقول ما بنها كان تحط اربع طوابع ما عادش تشرب ونجمت تعمل ديريكسيون داكتور بيان سور بيان سور انا مستعد معناها يسمعوك معناها قيس يقول لك انا ابخي تو اكتور وكوميديان وعندي قداش من عام نخدم مخرج تو باش يقول لي شنو نعمل وين نجم نتكلم لا 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 اجي نقول لك حاجه راهو هذايا الثقه تبنات بيني وبين الممثلين عندي برشا انا كريم وبسام خدمت معاهم في دنيا اخرى صحيح ونجحت الحمد لله يا ربي في دنيا اخرى اثنين مش ثلاثه اثنين اللي نجحت برشا دونك نجحت على الاخر الحمد لله يا ربي وسكسي كبير من بعد خدمت مع جعفر في الهربه والحمد لله يا ربي نجح نجاح في التاسعه ونجح نجاح تعرفوا بعضكم نجاح كبير تتبنى ثقه كيكا راهو اسمع نقول لك حاجه مالا اول مره تصير في التاريخ باش نعطي ان سكوب اول مره هذه اول مره نحكي عليها راهو حكيت عليها قبل ان سكوب اول مره في الدنيا لي ستار يقنعوا في اللي انا خاطر جبنا ايكيب تكنيك مختصه في السينما
معقول. انا نخدم بطريقه مختلفه عن المخرجين الاخرين. لي ستار اللي هما جعفر وكريم وبسام وسفيان اللي خدموا معايا قبل يشوفوا فيه ليكيب تكنيك نخدم بطريقه مختلفه، يقولوا معناها في الكواليس ولا اسمع في الكواليس يحكيوا، يقولوا يحكيوا حتى المنتج بديس السافي يجي يقولوا راه باش يدخلك في حيط. تصور انت، تصور انت سامحني، تصور انت ممثل، تصور انت جعفر القاسمي يلم في كل مره طياره على الاخر، راه مبدع راني خدمت معاه، راه صحيح تشوفوا كي اما في الاخر الريزلتا يعرف كيفاش يخرج. بيان سور بيان سور بيان سور لا ميثود، لا ميثود تختلف، لكن الريزلتا الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله. صافي لهنا حبيت نسالكم ساعه اول حاجه على التغني اللي باش يعملها الفيلم هذا، باش نلقاو في المدن الداخليه في المناطق الداخليه والا لا، خاطر جيني غالمون ديما محرومين يعني المشاهدين والا الجمهور نتاعكم، اكيد ناس تحب تتفرج الفيلم هذا، باش تعطيوهم فرصه باش يجموا يتفرجوا فيه العروض. والله شوف قدره ربي الفيلم هذا موجود في السينما والكل، لكن ابارتير من الجمعه من اخر الجمعه هذه باش يبدا فما اون تورني سبيسيال، لانه الفيلم تطلب برشا معناها باش يكون تورني سبيسيال في كامل تراب الجمهوريه، مثلا باش تلقاوه قدره ربي في باجه، باش تلقاوه في الكاف، باش تلقاوه في الجنوب في مدني، باش تلقاوه في كل في قفصه، معناها توا فما اون ايكيب دو بروجيكسيون باش تدور بالفيلم في ابار انه توا موجود في القاعات الكل، والحمد لله يا ربي. راهو تعرف نحكي لك حاجه، البارح حاجه فرحتني على الاخر، معناها شفت حاجه اللي باتي مثلا سينما باتي كان مبرمج العرض اول نهار 5 مرات في النهار. سيبيان. توا سامحني معناها حاجه اكسيلونت. 11 فوا باغ جور. تصور انت فيلم تونسي يتعدى في سينما 11 مره في تونس. سي تي. في تونس. ابار باتي سوس. معناها في تونس يتعدى 11 مره، في سوس يظهر يوصل 9 مرات في الويكاند. معناها بارابور على فيلم تونسي. تحسوا شيخ. مع انه هو اشهار بعد مش خلصنا على الكلام اللي كان يحكي عمل مسؤوليته. اسمع اعمل في سينما تيت. لا بما انه هو فيلم تونسي ونشجعوه ماهوش اشهار ومرحبا وميرسي بوكو زاد سينما باتي اللي هي قاعده تشجع في العباد تفرج في فيلم تونسي. نرجع لك سليم، ديما في الافلام التونسيه الاغلب نتاع الافلام التونسيه حتى لي كور ميتراج ولا حاجه سي المداني موجود وفاطمه بن سعيدان موجوده، انت اختيار هذا ولا هما ذوك من ليزيكون تاع السينما؟ معقول جدا ليزيكون تاع السينما، وما تنجمش كيما نقول لك انت تعمل فيلم ما تعيط لهمش. صحيح تحسهم باغ بونور زاد. اي صحيح. وذوك كيما تقول انت نحن كي احنا مالها صغار كبرنا معاهم، حليت عينيك على السينما حليت عينيك على ذوكم، فهمت؟ حتى كي تفرج مش تفرج فيلم تقول فما موجوده دفات مسعداني ولا لا، وهي اكثر نجم يجاوبك على الفكره هذه هو قيس. اخترت تعرف باش نقول لك انا باش نحكي لك حاجه تخسيب اسكو سي فاسيل تخسيب انت باش انت فاطمه بسعيدان توافق على سيكونس واحده. راهو ايش نقول لك، راهو انا مدام فاطمه بسعيدان كلمتها قعدت معها المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه قرات السيناريو كل، قالت لي انا ما نجم نعطيك لوكي دو برانسيب الا ما نقرا السيناريو كل، قالت لي انا ما نحطش اسمي عندها حق عندها تاريخ عندها كذا. تعرف وقت قرات السيناريو السيكونس هذيك داخت انت تفرجت تعرف اللي هي سيكونس وبالزهر جعفر امه توفيت والله يرحمها، الله يرحمها. خدمتكم ياسر الحاله هذيك في السيكونس هذيك والله. شوف هي الله يرحمها هي راهو شوف فما حاجه معلومه لا قلت خدمتكم ما قلتش هي مقصوده لا 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 شوف اجا نقول لك فما حاجه قاعده تدور توا اللي سيكونس هذيك تصورت بعد ما مات امها. لا مستحيل لا. تصورت قبل والسيكونس هذيك الله يرحمها حتى جعفر ما ينجمش يمثلها ما ينجمش يمثلها مستحيل يمثلها، اما السيكونس هذيك من قبل شوف راهي ما نحبش نحرق انا من السيكونس هذيك فما برشا عباد فقدت والديهم، معناها فقدت امه واللي فقد ابوه وكل شيء. منهم سي سليم بن اسماعيل مثلا الله يرحمها. حتى ام سليم اللي هي كيما امي على خاطر انا وسليم متربين مع بعضنا راهو هذه حاجه باش نقولها ويعرف الله يرحمها، تصورت قبل ما تتوفى ام سليم بن اسماعيل تكذبت وتصورت قبل ما تتوفى الوالده نتاع سليم بن اسماعيل. اما السيكونس هذيك معناها احنا ملي كتبناها تصورنا انه في العرض الاولاني في الكوليزي 1200 يبكيو. وانت حاضره الناس بكيت وصفقت ما نجمتش الدرويحه لانه الوضعيه هذيك الله لا يوري حتى اي واحد فقد امه ينجم يحب يعيش السيتواسيون هذيك. قاعدين تحرقوا في العمل. والقوه زاد من بعد في المونتاج. قاعدين تحرقوا في السيتواسيون. لا لا باش عباد تمشي تتفرج. فيسبوك تشوف فيسبوك كتبوه والله العظيم السيناريو. على حاجه اخرى عمري انا حضرت برشا مرات افلام اما عمرك ما في السينما مش مشكل في الفيلم. تبكي وتضحك فرد وقت ما تمسح في دموعك وتضحك وهي بالزهر. شوف فاطمه قعدت تفرجت الفيلم خرجت من الساق قالت لي صافي
عمرها ما صارت السيتياسيون نضحك ونبكي اون ميم طون. صحيح الحمد لله الحمد لله. ولا في سيكونس تشوف الناس تدخل وتتفرج انه بعد السيكونس هذيك اول كلمه من بعدها يزي بلابكي دوبا تدخل السيكونس اللي بعد تقول يزي بلابكي اون ديغي اون شيني. هذيك اللي تي بروغرامي والسيكونس هذيك بدلنا لها البلاصه نتاعها باش تجي بالضبط فهمنا العباد باش تبكي. السيكونس اللي بعدها بسام يولي فيها مع جعفر وفاطمه بن سعيدين اول كلمه شنو هي؟ فقت بها قويه برشا دائما يفيقوا بها راهو لازم الواحد يكون قاري سينما. نقول لك حاجه سي فريمون ما قلنا عرفت لي مش فيقوا بها برشا عباد مي عملتها بالذمه وقلبت الاردول على خاطر الحكايه هذيك. اون ليزا في لو فيلم ليزا في بلوري دو باغ لا سيكونس كي تي موفونت مي اون ليزا في بلوري دو رير اوسي. سي باديس في العاده معناتها الافلام التونسيه ما تلقاش فيهم انسيرسيون دو معناتها دو بوبليسيتي وكل شيء. في الفيلم هذا شفنا حاجات موجوده. جو ريميرسي دايور لي سبونسور كي نوزون اكومبانيي دون سو فيلم. Ils ont cru en l'idée. Je pense que c'est la première fois qu'un film lève un montant respectable de sponsoring. في السينما في السينما الامريكيه اوكي ما صحيت في السينما الامريكيه وتتقى ساعات كرهبه ولا حاجه كلها ان شاء الله نولي بالكراف ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. سليم حبيت تقول حاجه؟ لا على باديس علاش حبيت قلت لك نشكره في البوان هذايا خاطر باديس ما قعدش يستنى كما قلت انت في دعم ولا حاجه بالضبط معناتها تعب وحده مشى دق البيبان وحده بالحق معناتها وتعب ودق البيبان وكلم العباد وحده وحده ويمشي ويقنع معناتك انت كي باش تشوف من بعديك هذيك خاطر التعب نتاعو هو. وي. معناتها تراه انت مثلا اللمه نتاع الفيلم ولا اللمه نتاع ليكيب ولا ليزاكتور توا فرحانين على الاخر علاش؟ ليزاكتور كي معناتها قال ما عرفوش رواحهم خرجت كيما تقول انت كعبه ديامونت نقشت وخرجت منها ومازال يطلع منهم ليزاكتور مازال يطلع منها مازال. معناتها بتيت بريسيزيون رانا احنا اون با في لا ديمارش دو دوموندي معناتها سي با لو مينيستير كي نوزا اون با في لا ديمارش مش الوزاره اللي دعمتكم ولا حاجه مش رفضت ولا حاجه اون با في لا دوموند اون با لي فواغ pour faire la chaîne. نلقاكم في افلام اخرى ناجحه وندعو الناس الكل مدعومين مره هذه ان شاء الله يمشيوا يتفرجوا في فيلم روبلود مشكي وعاود اخراج قيس اشقير سيناريست سليمه بن اسماعيل وانتاج بديس السيفي كيف كيف معك سرياض ثابت زاد الكل حقا حقه دونك فيلم ياسر مزيان مشيوا وما تخسروش راكم باش تضحكوا برشا وباش تبكيو شويه برك دونك مشكورين يعطيكم الصحه. بالحق جيمري ريميرسي بوكو بوكو l'équipe technique, les acteurs ternes, l'équipe qui était formidable, tous, mais sans exception, on était réellement une vraie famille sur le plateau. Ils étaient compétents et très sympathiques en même temps. Voilà. Merci beaucoup, et à tous comme ça. Où est-ce que vous êtes en train de faire Slim en 2050 et dans les films d'Anne 2050, وقيس عندك حاجه في الهربة اثنين ان شاء الله في التسعه ان شاء الله. مسلسل قلب الذيب مع خوله انت المنتج؟ لا هي المنتج هي سي لا برودكتريس مي جو سو رونتري ان بو بارتنير معها اميكالمون مش يعطيك الصحه. ميرسي بوكو ميرسي شرفتونا سيدي. نرجع واحده للشيف. ميرسي بوكو يا فاطمه. نرجعوا هوني مع فاتن نشوفوها تعمل في الغراتان. الوغ كيما وريت سادة مشاهدين قبيله حطيت البطاطا هذيك الفرشه اللوتانيه البطاطا اللي قليتها والبروكولي اللي عملته سوتي زاد في شويه ثوم شويه زبده وزيت باش نصبوا فوقك البطاطا هذيك ندير هكا عليه شويه جبن والبصل هذايا اللي عملته كيما وريت سادة المشاهدين قبيله البصل اللي بالشامبينيون اللي حطيته فواحته ملح وفلكها شويه ثوم باش نحطو فوقك البروكولي هذاك هكا على وهذه البشاميل اللي كيما وريتكم قبيله حطيت 50 غرام زبده 50 غرام فرينه نص لتر حليب حطيت كتابه حطيت لها شويه ملح شويه فلفل اكحل وشويه نواد موسكات وذريت فيها شويه جبن الفومي نتاع المريح
بعد ما تطيب نصب عليها نصب في وسطها جبن ونجي من الفوق بيان سور باش نغم كل لي ليغوم هذوك كلهم وك الشامبينيون ونذر فوقهم الجبن هوني قودا ادام مخلطين مع بعضهم نحط الجبن كوش باهيه نتاع جبن وباش نحطها في الفور 180 دغري حكايه ان كار دور هكا هاو عادي الكلمه في الحكايه ميرسي يا فاتن انا تشوفوا في الكرامبال نتاعي حضر تشوفوا فيه كيفاش بلايك بلايك صغيرين كيما تراو هكا نجي في قاع الكيس نتاعي قاع الفيغين ونحط شويه نحط حكر مغرفه نتاع ماكله كل واحدة نحط فيها حكر مغرفة ماكلة بالفتفات نتاعو بالكل مرة يجي مورسو مرة يجي واحدة صغيرة المهم تحطو في وسطو هذايا اللوطاني هو اللي باش يشرب الجو نتاع التفاح ومتاع الموس ومتاع هذاك الكل خاطر من بعد باش يتحط زادا من فوق لقشات كرومبول باش يقعد فيه باقي تقرمشة خاطر إذا كان اللوطاني يشرب الجو الفوقاني يقعد فيه تقرميشة بنينة نجي هوني ناخذ المغرفة من الموس بتاعي نهبطها فوق الفيغين كيما تشوفوا معناها ماهيش حكاية تكنيك راهو بالمغرفة غزل متاع ماكلة تحطوها طرف الموس في الوسط قد قد تجي تنزلوا عليها دوبليش باش من بعد نحط فوقها التفاح ومن بعد نعاود نحط فوقها كرومبل آخر ونعاودوا نطلعوها فيغين اذا كان تحبوا تعملوهم فيغين اصغر راهو يجيو ديما نقول لكم اللي كل شيء ممكن راهو في الحاجات هذوما ماهوش قانون تعملوا كيما تحبوا هذوما كيما يظهر لكم انتوما اللي ما يحبش فيغين ينجم يعملها في معون طبق كبير يحط من الاول فرشه من الكرومبول نتاعو لكن تطليع معون كبير مش كيما لي فيغين خاطر الكرومبول يطيب مع في الكوشه مع الغله نتاعو يلزم نهار نقد قدامكم ان فغي كرومبول بالغله ونوريكم كيفاش اصل الكرومبول خاطر انا اليوم هذا عملته نوع اخر في الفيغين على خاطر نعرف اللي ساعات عبد ما يحبش يجيوه دي زانفيتي يقعد يغرف ويهز ويحط هذاك علاش عملته ان فيغين الو هوني نجي ناخذ مغرفه معبيه بالتفاح هذا اللي طيبته ونحطها فوقك الموس هذيك نتاعي نتاع اللي بالقوتا مرياح والكريم فريش وفيها زوز باكويت سكر فاني وحطيت لها وركضتها وحطيت لها شويه سكر هذيك ركضتها مع بعضها وليت اون موس دو فروماج هي اللي بتجي تعطي لونكتيوزيتي وتعطي نكهه بنينه في وسط الكرامبل نتاعي نجي هوني ونعاود نحط كمشة أخرى كرامبل صغيرة فوق التفاح ومن بعد أما بمغرفة قهوة نحطو غوزاس ونرشو فوق منها شوية لوز هذايا الكرامبل الفوقاني هو اللي فيه الحكمة اللي باش يقعد يتقرمش معناها وقت تبداو تاكلوا انتوما في الفيغين نتاعكم اللوطاني حتى كان تبل ولا كأنه فون دو تارت لكن الفوقاني يقعد باقي فيه الدقرميشه البنينه نتاع الكرومبول اللي احنا في الاصل نحبوها الوغ هنايا نحط شويه نجي انا حطيت شويه من الموس هذيك في وسط البوش ونعمل اون بيل غوزاس فوق الكرومبول هذاك ومن بعد رش عليه شويه لوز اللي حمرته انا اون لاميل وتخليه في الفريجيدير ومن بعد كي يجيو ضيوفكم تلقاهم حاضرين وتفرقوهم ما غير حتى قلق هذايا تحطوه الكل وتغطيوه تحطوه في الفريجيدير هذيك الحاجة الباهية اللي في الكرومبول اون فيغين هذي كونو تنجمو تعملوهم قبل لا يجيو ضيوفكم بعد تجبدوهم كوم ديسير مزيانين وبنين الوغ نكملو ونرجعو مع بعضنا ميرسي بوكو لي شيف احنا تويكا باش نحكيو وديرما فيغ ولي برودوي نتاع ديرما فيغ مع مدام عفاف الشيباني متالي الشيبان سامحوني متالي الشيبان صباح الخير مدام شحوالك صباح النور صافا صافا يفضلك الحمد لله يعيشك دونك بون روتور معنا في برنامج الماتينال يعيشك ميرسي بيان يعيشك وعندنا جديد تهلي مع ديرما فيغ وي عندنا جديد واليوم حبيت بالنوع بالعاني نجيبهم الزوز هذوما وهذه الخل ماكم تعودتوا عليه واليوم حبيت نجيب لا لويفيرا خاطر في الامبلاج
بريسك يشبه البعض، اما جوست احنا هوني باش الناس ما يخلطوش. هذا هو راه عصير الصبار نجمو نقولوا عليه، اللي هو بلانت مانيفيك او بروبريتي ميديسينال اي كوزميتيك. به برشا هذا عصير الصبار اليوم باش نحكيو لكم عليه، اللي هو عنده بلوزيور فيرتو، فيه برشا فيتامينات وفيه برشا معادن يعاونوا البدن برشا برشا، يصلح برشا حاجات في البدن باش نتناولوهم. دونك نجمو نقولوا الالوي فيرا هو انتي انفلاماتوار، انتي بيوتيك، انتي اوكسيدان، انتي برشا حاجات. دونك يعاون برشا في البدن ان نقويو الجهاز المناعي نتاعنا، ان نسهلوا لا ديجيستيون، عمليه الهضم اللي برشا ناس يشكيو من حكايه الانتفاخات هذيا، معناتها بعد ماكله معناتها معينه بارفوا حتى ماهيش قويه، الناس معناتها تصير لهم عمليه الانتفاخ هذيك. وبالنسبه للسكري زاد كيف كيف، بالنسبه للكوليسترول، وبالنسبه لبرشا حاجات، على خاطر هو زاده عنده ان رول بريمورديال في تسهيل الطبيعه وفي تنظيف المسارن، وبالتالي تصحيح وبيان تصليح لا فلور انتستينال. نجيو نتناولوهم بشويه بشويه، نحكيو عليه ساعه كيفاش هو للجهاز الهضمي، كيفاش يحسسنا بالكونفور. كي نبداو نستعملوا في عصير الصبار نحسوا بالكونفور او نيفو تاع الجهاز الهضمي، فوالا السيستيم انتستينال. شنو يعمل هو؟ هو تالمون في دي انزيم ديجستيف يعاونونا ان نهضموا هيك الماكله هذيك. بالطبيعه ماهوش باش يكون في ليله ونهار، يلزمنا ان بون تريتمون باش نقولوا رانا صلحنا الجهاز الهضمي، رانا صلحنا ليزانتيستان، خطر الامعاء نتاعنا الون تيرم سويت للستريس، سويت للمالنوتريسيون، سويت الانسان شرب الدواء ولا تعرض للمشاكل اكل، ولا زاد احنا التوانسه ناكلوا برشا الخبز والمعجنات، دونك هذاك هو يهلك لنا لا فلور انتستينال. دونك بالتالي باش نولي عندنا انتفاخات وشوالي عندنا قلق، ونعرفوا اللي احنا كل حاجه تبدا والصحه والمناعه نتاع البدن تبدا من ليزانتيستان. دونك على هذاك يلزمنا احنا ننظفوهم، باش ننظفوهم بعصير الصبار. الاستعمال نتاعو ساهل وبسيط، باش ناخذوا 20 مليليتر البوشون دوزور كامل حتى الغراديواسيون 20، باش ناخذوا 20 مليليتر دون ان كرون فير دو الصباح على الخوي، وبعد 20 مينوت ناخذوا الوجبه نتاعنا، وباش ناخذوا زاده كيف كيف الليله قبل العشاء. تشوفوا كيفاش بالمده بالاستمراريه في الاستعمال، اللي باش تكون احنا قلنا عندنا 3 شهور في دينا باش نبداو نصلحوا الفلوغ انتستينال. دونك باش نحسوا رواحنا بدينا نتحسنوا على برشا اصعده. زاده كيف كيف هو يعدل السكري، زاده الناس اللي عندهم السكري يعاونهم بالكدا بالكدا. اش معناتها؟ هو ياخذوا هذايا، خاطر هو ان كومبليمون اليمونتيغ، مكمل غذائي، ياخذوا الالوي فيرا ما يستغناوش بالطبيعه على الدواء نتاعهم، ويقعدوا ديما بالكونترول هكا شاك فوا كل 3 شهور يعملوا تحليل نتاع الهيموغلوبين غليكي، وقتها باش يلقاو قدره ربي اللي الالوي فيرا نفعهم والنسبه نتاع السكر هذيا انخفضت، وبالتالي يولي لو ميدسان كي تريت معناتها هو اللي نجم يقول لك تنحي الدواء ولا تنقص ولا حاجه، هذيك تقعد بعديك مربوطه بالطبيب بعد الاناليز. اما بالنسبه للناس اللي مشاو للطبيب وقال لهم الطبيب اي ردوا بالكم راهو التو نتاع السكر بدا يطلع، راهو يلزمك تستحفظ، مازال ما عطاهمش الدواء، خلي لهم شانس، يقول لهم هاكا ديما سو كونترول حتى لين نشوفوا. دونك الي طون باش يستعملوا الالوي فيرا، وعلى زاده كيف كيف مع تنظيم الماكله، مريض السكر يعرف شنو اللي يلزمو ياكل بطبيعه الحال، دونك ينظم الماكله نتاعو، الالوي فيرا مارش وقدره ربي يمنع. مش معناتها عندنا في العائله شكون عنده الديابيت معناتها احنا يلزمنا يكون عندنا ديابيت، لا يلزمنا نستحفظوا على رواحنا، وعلى هذاك الطبيعه تهدينا برشا حاجات، سواء كنا رانا نحكيو على الالوي فيرا في حكايه لاكليسيمي، ولا زاده على الخل الهندي سي باغي. دونك طريقه الحفظ نتاعها هذول في الفريجدير صحيتك فوالا، العكس نتاع الخل، خاطر شي الخل هو احنا نحفظوا فيه ونصبروا به الحاجات ومعناتها نستحفظوا به البرا، الالوي فيرا هو اللي نحطوه في الفريجدير بعد الاستعمال، لو فات اللي مسكرت نخليوها البرا، اما الى حليناها نوليو نحطوها في الفريجدير. بالنسبه للناس اللي عندهم الغفلو برشا، عندهم حكايه الجاير فوالا وكل القلق هذاك، زاد كيف كيف يعاونهم
للناس اللي عندهم المرض دو كرون زاد الالتهاب او نيفو دي زانتستان كيف كيف يعاونهم بالكدي بالكدي وعنده فوائد علاجيه على الجمال دونك للشعر الناس اللي عندهم التبريه في الشعر اللي عندهم لا ديرماتيت سيبوريك اللي عندهم هذا استعمال خارجي ولا استعمال خارجي حتى بروبليم اكني كي اما اللي عندهم الاكزيما واللي عندهم الصدفيه هذوما زوز ياخذوا شربين وابليكاسيون اي خارجيه زاد كيف كيف بعد ايبيلاسيون زاد نجمو نحطوه يبرد بالكدا بعد الله يورينا في كوجينه ولا في حاجه قرصه حتى في الشمس حاجه فوالا بعد لي كوت سولي بعد نمشيو للبحر وكي تحس الجلده البرانيه تحرقت فوالا دونك يولي للوي فيغا هوني يبرد ويعاوننا برشا لي بلي لي بليسيور زاد كيف كيف راهو الي بارفي جوست وسعوا بالكم التريتمون يجي بالطرف بالطرف دونك هذا هو للوي فيغا نتاعنا البري توا نتاعو 14900 هذه في البروموسيون نحب نعاود نذكر بالخل الهندي وبالبري نتاعو الباك دو 6 هذايا 98900 مع لويلا مان 600 غراتويت والباك دو 3 49900 ولا ليفريزون الي غراتويت سور توت لا تونيزي ا بارتير دو 40 دينار كيف كيف زاد اليوم جينا باش نقدموا ان اوتر برودوي اللي هو الويل دو فيك دو باربري زيت قلوب الهندي وهوني عندنا زوز احجام هذه ال 15 مليليتر وعندنا 30 مليليتر دونك الويل دو فيك دو باربري هذه صافيه 100% ما فيهاش اضافات من البرودوي من الفلاحه البيولوجيه سيرتيفيه زاد كيف كيف دونك شنو نجمو نقولوا عليه استعملوها لشنو هذا الاستعمال يجي للي غيت سورتو ان انتياج بامتياز معناتها باغمي الزيوت الاولانيين اللي لقاو نتيجه فعاله في لي غيد فوالا دونك يعاوننا برشا وجوست حاجه اونتر بارونتيز لي غيد راهو ما نخليوش لي غيد يتحطوا باش نقعدوا نلوجوا نعالجوا ان نحيوا لي غيد لو فات لي غيد انستالي ما عادش نجموا نحيوها مي نجموا نقصوا شويه من الغرقه نتاعها فوالا دونك والاستعمال يكون باستمرار دونك انا هوني شنو ننصح ابارتيغ دو 30 طون باش ما نقولوش 25 طون 30 طون الانسان يبدا يعمل ان سوان اونتي ريد لي ريد بطبيعه هو فما عمر فما ناس ما شاء الله تلقاه كبير فما ناس على صغرهم فوالا انا ناكد لك اللي هو اكسترا اوردينير انا بدي ناكد لك فرونشمون خاطر نستعمل فيه قداش تو دو موا بالحق ليدغاتاسيون نتاعو مزيان برشا يعطي اكلا صحيت صباح نحسوا البو نتاعنا تحس بالحق وانت بيدك حتى بسيكولوجيكمون تحس بروحك اعتنيت بها البو هذيا اللي تتعب معناتها على طول النهار ما ستريس من الضغط من الخدمه من الضوء من المكياج من برشا حاجات ينجموا يتعبوا البو نتاعك دونك تلقى ليكيليبر معناتها تهز من هوني اللي انت تعتني بالبو البو نتاعك ونعرفوا احنا البو كيما البلانت قد ما تعتني قد ما تلقى نتيجه واحنا كيف نحكيو على برودوي ناتوريل ما نحكيوش على في ميديا احنا نحكيو على لون تيرم خاطر لي غيد هما جايين جايين اما انسان يكبر وهو معناتها وجهه تحس يعني اقل عمره على الاقل فوالا وفما لهوة تحس انت تلهيت به حتى كي يكبر تحسه كبير اما مزيان محلاه الحاجه الباهيه في الزيت هذا انه الدبوزه كيفاش فما البي صحيت فما هيك البي هذيك شحال وراها للناس نحلوها نوريها للساده المستمعين تعمل الكونتور صحيت تستعمل سنه نجم خارج هسه دونك فوالا هيا نحلوها سي فغي مش نوريو البي نتاعها هذيا الا فيها البي هذيك دونك الاستعمال ساهل نستعملوها هكا نجموا حتى نقربوا للكونتور تاع العين للكونتور دي ليفغ زاد كيف كيف نجموا نقربوها امن دونك قلنا هو الي سيرتيفي بيو ماهوش تريتي ما تعداش بمراحل دونك هكا اليتا بيغ وصافي فيه برشا الاوميغا 3 في الاوميغا 6 في الاوميغا 9 وفي الفيتامين او دونك هذا هو الويل نتاعنا زاد باهي قلنا للي غيد باهي للتاش للناس اللي عندهم لي تاش برون البقاع السوداء هذوك لي سيكاتريس نتاع الحبوب زاد سورتو لي جون يبداو يخليو لي سيكاتريس دونك سي ديزاغريابل افواغ في على الوجه دونك الويل هذيا تعاونهم بالكدا بالكدا يرطب يغذي يعمل كل شيء تنجم تلقى برشا حاجات في الويل هذيا الاستعمال سهل وبسيط جوست هو دهنه هذيك تكون في الليل
ان سوان دو نوي وانت ترانكيل وهكا تستحفظ على البشره نتاعك. زاد الاسوام نتاعهم مهمين على الاخر، هذه اللي كانت هي كانت ب 30 دينار توا ولات 25900 والفلاكون دو 30 ميل هذه 30 مليلتر كان ب 60 دينار ولا 49 دينار و900. ونعاود نذكر اللي لا ليفريزون اللي غراتويت سور توت لا تونيزي نوع 40000 بارتير من 40 دينار. النوامر التليفون 99 761 972، رقم الهاتف الثاني 99 147 147. مرحبا بكم الناس الكل، ونزيد ناكد اللي البرومو هذيا راهي خاصه كان بك زوز نوامر تاع التليفون، ولا انكم تكونتاكتيو الباج فيسبوك ولا لو كونت انستغرام وفوالا تفضل. ونعاود نذكروا باللي باك هذوما قداش اسوامهم نتاع الخل. باهي الباك دو 6 هذايا ب 98900 مع الويله من 600 غراتويت، الباك دو 3 اللي فيه 3 فلاكون 49900، والفلاكون هو 250 مليلتر يعني الزازينه 15 يوم استعمال، دونك الباك هذايا شهر ونص والباك هذايا 6 اشهر، هكا نخليو لرواحنا وقت باش اذا ننقصوا في الوزن ولا نصلحوا اي حاجه، دونك نخليو هكا لرواحنا شويه الوقت. هذاك الباك دو 6 هذول 3 اشهر. 3 اشهر مع الويلا ماسي سانت اللي هي قلنا باش تكبس هكا الترهلات اللي يجيونا بعد انقاص الوزن. ميرسي بوكو مدام عفيف متالي شيبان، اخصائيه في التداوي بالاعشاب، وهي اللي تمثل شركه ديرما فيك في برنامج الماتينال. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. مرحبا بكم الناس الكل اللي تتفرجوا فينا، بيان سور سنستو بالكوان هذايا، الكوان اللي نجيبو لكم فيه لافاريات الهبال واللي بخي اللي هما امباتابل وامبوسيبل تلقاهم في بلاصه اخرى. اليوم رجعت لكم باوفر جديد، اوفر هبال، اوفر ايدا وخوة، الكيت المجموعه نتاع طناجر هذايا. نبدي لكم اول كاركترستيك بالنسبه للطناجر هذوما، واللي هما متكونين من ثلاثه كوشات عازله للحراره وتوزع الحراره بطريقه متوازيه وكيف كيفها متساويه باش الماكله ما تشدناش وما تشتناش. هذايا اكبر سوسي واكبر مشكله اللي تعانيها المراه اليوم في كوجينتها وفي الطناجر نتاعها، انهم ياسر يشدوا ويلصقوا الماكله. دونك شنو نوريكم انا الريبارتيسيون نتاع الشال، هذوما هما الثلاثة دوائر، هذوما هما اللي وزعوا الحرارة بالتوازي وبالتساوي على كامل الطنجرة. حاجة أخرى بالريبارتيسيون تشالور هذايا، دونك النار راهي ما توصلش لا للجناب ولا لليدين، دونك مع الطناجر هذوما اللي هما من شركة أو إم إس العالمية اللي عندها كريديبيليتي كبيرة واللي هي إكزيستونت وموجودة عندها 30 سنة سوغ لو مارشي. هذايا حاجة الأولى. الحاجة الثانية لاتو نتاعنا اليوم، الحاجة السبيسيال اللي عندنا في اللوفر نتاعنا اليوم هما لي كولوغي، الألوان اللي متوفرة معانا في الكيت او في الطقم هذايا نتاع الطبخ، الوان ياسر مزيانه. دونك اللي تبدل في كوجينتها والا اللي ناويه تزهز وناويه على العرس والا اللي تحب تبدل ديما طقم الطبخ عندها في الكوجينه، دونك ما تخممش وما تحيرش، اليوم الالوان متوفره بصفه كبيره. عندنا الغاز هذايا الياسر مزيان، الغوز بيبي اللي موجود قدامي، عندنا الكحل اللي بالغوج، عندنا البرونز، عندنا الدوري اللي هو هكا مستصفر، الوان ياسر مزيانه وتتماشى مع لون كوجينتك، خاطر نعرفوا المراه التونسيه ياسر مقدمة وقيسر تحب الديكوراسيون تاع الكوجينه. اليوم وصلنا لك الديكوراسيون يا سيدي حتى للطناجر، طناجرك باش تكون اسورتي مع كوجينتك ومع انت الالوان اللي تحبها. اليوم مع او ام اس راهو سوم حنين ومرفق على الاخر، الطقم هذايا كان سومه 799 دينار، قلنا ليه برشا عليكم نعملوا لكم سوم، اليوم الطقم هذايا ب 649 دينار بلاش. كيف كيف التوزيع باش يكون مجاني على كامل تراب الجمهوريه. دونك نذكر بارقام الهاتف وين تنجموا انتم تشريوا وتريزيرفيو طقم الطبخ هذايا نتاعكم، نلقاو الرقم 29 626 626 والا الرقم 20 907 000. نعاود الارقام مره اخرى 29 626 626 والا ال 20 907 000. يا سادة يا ماذا يدلنا ويدلكم لطريق الخير والسعادة. اليوم باش نحكي لكم على راجل دارها شليلة ومليلة يفركس على شكون يلقى له حل للشنشينة. هالشنشينة هذه تقول على حاجة تونسية كوتتها أقوى من أقوى كوتة توصل تربحك 200 مليون وفلوسك تاخذهم جارانتي ماهوش تحت التوتة. هاك الرجل المسكين اصبر اكثر من صبر ايوب بسنين حتى لين ضعاف اتعل وما لقاه حتى واحد يعطيه الحل.
منين باش يلقى الحل؟ الوقت هذاك ما فماش ناس. اما توا اجبد تليفونك وطول ادخل على تونس بات. تونس بات اقوى من اقوى كوتا. مرحبا بكم في مهرجان مساكن للتسوق في دورته الثانية من 14 ل 22 مارس. برمجة ثرية ومتنوعة مع أحلى العروض الفنية وألمع نجوم الفن في تونس. حاضرة رجال تونس بقيادة الشيخ توفيق دغمان، نجمة تونس الأولى للفن الشعبي زينة القصرينية، الدبكة السورية، فرقة أبو طه السعيدي، ماجورات قصر هلال، وما نسيناش الصغيرات، أكيد باش تكون عندهم عروض شيقة ومتنوعة مع الدومة العملاقة عمي رضوان، الفرقة النحاسية، والدخول مجاني لجميع العروض. إدارة المهرجان توفر لكم زوز قطارات سياحية لنقل الركاب والعديد من الهدايا والمفاجآت للربح. مهرجان مساكن للتسوق في دورته الثانية دورة مش نورمال.